ابراهيم عبد الجواد بقى كابتن تامر، عشان اكمل لك الملف يا كابتن احمد رضوان يا استاذ شرقاوي، فاجانا طبعا وابراهيم عبد الجواد صديقنا العزيز اذا جاز لنا ذلك، كان قائد معركه الانسحاب. ما هو في مجموعه من الاعلاميين الزملكاويه قادوا معركه الانسحاب، اللي احنا نصحنا ان لم تحقق اهدافك من البيان فانت اضريت باسمك عبر التاريخ، ومهما حاول حد يجمل لك ستظل المجلس المنسحب، حدك سمع كلامنا ولا حبنا للزمالك. فتخيل ابراهيم عبد الجواد اللي هو احد صقور موقعة الانسحاب والهجوم الكاسر على الاهلي انه الظالم وانه الذي ياخذ ولا يعطي والكل عايز الاهلي والكلام ده كله، يفاجئنا بتغيير نغمة مفاجئة. قال لك انت مين يا بيراميدز؟ تخيل اهو يعني بص هات لي كده ابراهيم عبد الجواد، قال لك ايه انت مين؟ عايز تسوي راسك بالاهلي ازاي؟ في الحته دي انت مفقود يا راجل. ده بيقول ابراهيم عبد الجواد لبيراميدز، الوداد والترجي اصحاب التاريخ العظيم نفسهم لما دخلوا الحته دي سلموا نمر والاهلي جابهم لمسه اكتاف. حتى الكابتن رضا عبد العال برضه احد صقور معركه الانسحاب بيشتمني يعني الله يسامحه، مش عايز ارد على اي حد ولا ادخل في معارك جانبيه مع حد، ولكن الله يسامحه ورافعين قضايا عليه، واخد بالك انت؟ فوجئنا بيه. كان بيقول لك عامر حسين عاملها ملاكي للاهلي، الاهلي هيفوز، كان ماتشاته سهله، بيراميدز هيغلب الاهلي بسهوله، اقوى فريق في الدوري، وكاني انفصام في الشخصيه. طب نصدق ايه؟ قال لك يا راجل ده بيراميدز ده ولا جه ولا يفهم حاجه، ده الاهلي ده البت الفت النت. اسمع رضا عبد العال بجد يعني، شوف بقى هنقول لك في ضرب الجزاء وفي بس فرقه ما قدمتش حاجه غير كره واحده بس اللي زلكة طلعها في السماء. دي فرقه عايزه تاخد دوري؟ لو فرقه عايزه تاخد دوري ما تقوليش الجماهير، الجماهير خلاص ما معروفه ومحسومه، وانت جبت جونين الماتش اللي فات في وسط الجماهير وفي ملعب النادي الاهلي صح؟ فما تتحججش بدي، انما انت ما قدمتش حاجه عشان نقول تستاهل الدوري. واخد بالك؟ انت الدوري النهارده الماتش ده والماتش اللي فات لازم طب انت يعني الناس دي كلها تقول لك ايه؟ انت ماشي مع الريجه، انت عايز ترضي جمهور الاهلي، انت مش عارف ايه. جبت لك ملف الشيبي من زوايا مختلفه ربما تكون لم تراها للاثنين بعد الماتش ولا التلات، حاولت اجيبها لك برؤيه مختلفه. من عندك يا كابتن احمد ابدا المره دي. بص يا كابتن، عشان ندي له حقه، شيبي احسن باك في الدوري، من احسن الناس المحترفين في الدوري عندنا، لكن لو نيجي نبص من سنتين مستفز جدا جدا جدا، معرفش ليه، خرج نفسه بره قصه الكوره ومش مركز في الكوره. بعدين حصل له اللي حصل له مع حسين، وده ليه حق بصراحه كان في الموضوع، بس انت معرفش، انت في الاول قلت تمام وانا تمام، وبعدين غيرت اتجاهك ورحت عملت قضيه، فانت نقطه ستوب كده ورحت عملت اتجاه تاني خالص. طيب انت عايز تاخد حقك بقى في القضايا، جيت في الماتش عايز تاذي كابتن تامر بقى معايا في القصه دي وفي الكوره، فكره ان انا ابقى باك رايت واروح الناحيه الثانيه دي ما بتحصلش كتير جدا خالص. ده رقم عليك. واحد ايوه رقم اتنين بقى، يعني حسين في حته ثانيه خالص. رقم اتنين يعني مش لو انا هرحل السرد باك هو اللي هيرحل يا كابتن، مش انا اللي هرحل يعني. ده رقم اتنين، لما اروح للراجل دوت مش عايز اذي وما بقاش مؤذي وعايز اطلع بالكره صح، اطلعه بره على الخط صح ابو كباتن؟ او لو لما اضطر اطلع بسهوله، فكره ان انا اروح اعمل تاكلنج انا هطلع بره اللعبه. خلي بالك لو حسين زقه الشيبي طلع بره اللعبه خالص وهيروح انفراد، فهو القصه كلها انا هاخدك انت والكوره ومش وهبطلك وهخلص عليك. فعشان بس ما نزوقش الكلام، لا الشيبي لا هو عايز ياذي، والفكره كلها ان انت هو انت عايز تاخد حقك هنا ولا هنا ولا هنا؟ ما انت اترضيت الاول وخدت ليك حق، احنا وانا بقول وكلنا معاه، كلنا بنقول لا كان ليه حق، ومعلش ومجلس الاداره في الاهلي هو اللي ادى العقوبه الكبيره، لكن اتحاد الكوره ما ادالوش العقوبه اللي المفروض كان، وكل الكلام اللي احنا قلناه، وهو اللي عمل الاكد. لكن بعد كده انت اتنقلت نقله تانية خالص وعايز تروح تعمل قضيه، طيب انت اتنقلت بقى نقله تانية خلاص، انت عايز تاخد حقك هنا بقى ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ وفي الاخر خالص اذي، دي اقصى حاجه واكتر حاجه مرعبه في الملاعب ان تحصل، ان انا اروح اذي واحد واكسر. خلي بالك لو دي جت صح
زي ما وائل كان بيتكلم، كان بطل كوره حسين، ده صليبي وغضاريف وقصه كبيره جدا، لان هو رايح بالستارز في حته الموضوع خلصان. كل الاوتره يا كابتن احمد، ودي اروح للشرقاوي فيه، ان هو يعلم جيدا ان انهى كل اموره بالرحيل نهايه الموسم. هو باين جدا يعني قاعد مع الاداره، وانا بقول لك كلام على مسؤوليتي، وانهى رحيله تماما. يعني حتى الاستاذ الشرقاوي بيتكلم، رغم انه لاعب فز فنيا وتمام، الا اني حتى سوابقه يعني الكابتن الطوسي احد اهم علامات المغرب في التدريب، الشتم منه مدرب الجيش المغربي، قال لك لو رجع يلعب انا همشي من الفرقه، الراجل كارلوس ألوس الانجليزي او الاجنبي. يعني الفنيات وحدها لا تكفي. بانصاف يا محمد، ما تقوليش بقى الضغوط الاهلاويه والجمهور ما سابهوش ومش عارف ايه، ده طبيعي. الكابتن حسن شحاته العظيم، حسن شحاته كان ياخذ وابلا من الجماهير، وقبل الالتراس والوايت نايتس والكلام ده، ويكسر الدنيا. فاروق جعفر، الخطيب مسعد نور، واحنا صغيرين كنا نسمع التهجير والسفارات والتجاوزات في المدرجات، ما فيش حد بيعاتب جمهور ولا يرد على جمهور. لا بص، بالنسبه بس الواقع بتاع حسين الشحات، طبعا التدخل المؤذي بتاع الشيبي ضد حسين الشحات مرفوض طبعا، محدش يرضى الاذيه لاي حد. تمام، المفروض ان ده مباراه كره قدم، المفروض ان ده اجواء رياضيه وروح رياضيه والناس تحافظ على بعضها. تمام، زي ما كابتن احمد قال، انت خدت حقك من خلال اللجوء للقضاء بعد الواقعه بتاعت صفح الشحات ليك، رغم ان الناس حاولت تعمل معاك محاولات وديه للتنازل وانت اصريت والناس قالت حقك. تمام، ان انت تقبل الصلح او لا تقبل هذا حقك، محدش لام عليك، واستمريت في درجات التقاضي في القضاء المدني المصري برضه حقك. ولكن المفروض من هنا نقطه من اول السطر، ان انت بقى تتعمد او ان انت تركز او ان انت تخطط تاذي زميل ليك، بغض النظر بقى هو عمل لك ايه وما عملكش ايه، ده في حد ذاته ده جريمه. انا اسف للمقاطعه، من قلب الجهاز الفني ومعلومه مسؤول عنها، كولر ود الشحات الناحيه الثانيه. أيوة، متعمد. ايوه، وفي الماتش الاولاني برضه نفس القصه. في الماتش الاولاني برضه يبدو يا شرقاوي ان الناس في الاهلي كان عندهم معلومات، ومش هقول لك يبدو، اعتبرها معلومه ومتاكد منها، من بعض لاعبي بيراميدز ان الواد مش ناسي وهيثبت الدنيا بالاحضان لغايه ما يعمل عملته. رغم انت عارف انا كنت يعني المفروض العكس، اللي يبقى عايز ينتقم الشحات، لان هو اللي مقصوص حكم، يعني هو اللي اتخذ ضده حكم من الشيبي، بس هو مع ايقاف التنفيذ ماشي، بس بغض يعني، بس المفروض اللي يبقى عايز ينتقم، ولكن ده ما حصلش. وزي ما انت قلت، الجهاز الفني للاهلي نقل الشحات ناحيه تانية بعيده عن المركز بتاع الشيبي، وبالتالي لا، ما ينفعش طبعا السلوكيات ديت. وهو طالما بيتعمد اذيه الناس، انا متوقع ان برضه ممكن يجي حد ياذيه، لان اللي بيضمر الشر وبيضمر اللي هو الغدر بالناس ممكن هو يتعرض لنفس الامور. كابتن تامر، رايك مهم. دي نتيجه طبيعيه جدا ل ان مفيش عداله عندك في يعني انت بتتفق معايا ان اتحاد الكره اللي عمل فينا كده، هو اللي هو لو فيها كوبا رادعه كانت الدنيا هديت، الدنيا خلصت. انا متفق معاك، خلصت. اه، اللي احنا بنشوفه ده السبب الاساسي فيه، السبب الاساسي فيه اتحاد الكره من خالص من بدايه، لانه عمال تاخير القرار. لا، اولا تاخير القرار، ثانيا العقوبه الغير مناسبه. هتقول لي النادي الاهلي عمل عقوبه، ماليش علاقه، دي كارثه يا باشا، ماليش علاقه، دي كارثه اكتر يا باشا. انا كراجل مجني عليه، انا كراجل مجني عليه، ايش ضمني انا يعني ما بيني وما بين نفسي هقول كده، ايش ضمني ان الاهلي فعلا عمل عليه قرار؟ خلي بالك كابتن تامر، بعد اذنك، برضه نفس اللي حاصل دلوقتي، جوميز متحول للجنه الانضباط، حلني مثلا. فانا بقول ايه، ان من المفترض ان الشيبي ده كراجل مجني عليه في الواقعه الاولانيه خالص، لو لقى حقه جه بدري وسريع، خلاص النار دي اتطفت، انتهت. خد حقه في القضاء يا فندم، يعني بس أنا يا باشا ما فيش قضاء لسه، احنا لسه بنتكلم في خطوه واحد بعد ما الشحات راح اداله بالقلم وسبله. خطوه واحد يا شرقاوي، دي الخطوه واحد دي كانت نهايه القضيه. خلي بالك، جت صفر لانها فيها ايقاف تنفيذ للحبس، ده ففي الاستئناف طبقا للقانون، عشان احنا معلمين ورحنا محاكم. ما في، بص، لن تتحرك لكن تزيد فين؟ في العقوبه الماليه. يعني الاستئناف، لا اما يرجعها للمرافعه،
لإما يأيدها لكن ما يخليش الإيقاف تنفيذ. يعني هتفضل ده فيما يخص القضاء. خليني سيبني من القضاء دلوقتي. الأمل اللي موجود فيه إنه بيرجعوها مرافعة ودي في إيد القاضي. سيبني بقى من القضاء دلوقتي وخليني في الكورة اللي هي بتاعتنا ولجنة الانضباط ولجنة المسابقات والكلام ده. ولد مؤذي. اللي هي بتاعتنا احنا. مؤذي. لو خد حقه في الواقعة الأولانية كانت الليلة دي خلصت. أدي واحد. اتنين. لما راح للقضاء خد عقوبات من اتحاد الكورة اكتر بكتير من اللي خدها الجاني وهو مجني عليه تحت داعي ايه ان انا لجأت للقضاء الايه العادي. تمام. المشهد اللي احنا فيه ده وصلنا لايه وفي الاخر خالص ان ده واحد مجني عليه تم الاعتداء عليه مش عارف ياخد حقه ازاي وكل يوم والتاني بيحصل له نوع من انواع التنكيل بيه فقرر ان هو ياخد حقه بايه بدراعه زي جعلوني مجرما كده واخد بالك بالظبط كده لا جعلوني مجرما كربلشاوي مظلوم ده ظالم بالثلث تمام. هنا احنا بنتكلم وبنقول ايه هل انت تؤيد الموقف لا طبعا طيب انت تعذره لا طبعا صح ليه لان انا بتكلم النهارده في ليفل لعيب دولي في ليفل لعيب بيلعب على مستوى عالي وهذا الصحف المغربيه كتبت ايه والكابتن تامر فاحنا بنتكلم وبنقول ايه ان اللاعب اللي مش هيقدر خلص اللاعب اللي مش هيقدر ان هو يؤدي افضل ما عنده تحت اصعب الضغوط ديت ما يبقاش لاعب فئه اولى او كاتيجوري بتفق معاك يا جماعه يمكن قدامكم اهو دي بعض الحاجات استدعناها من 2019 لما كان في الجيش ونادي القنيطره الجيش الملكي ونادي القنيطره وكلاهما مشى منهم بنفس الاسلوب اللا اخلاقي هتقول لي هو منفعل مش عارف ايه فيش اعذار في الاخلاق فرحيل الشيبي عن نادي بيراميدز اصبح حقيقه حتميه لا غبار فيها ولازم نتكلم عن امكانيه انضمامه للزمالك نتمنى لكم التوفيق لا ده 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 شيء موجود على فكره ماشي انا ما عنديش معلومه لو انا جاي لك اهو ما هم امال احنا ما هنا بنعمل ايه بيقول كده زنفراد امال احنا بنعمل ايه ما يتفضل يا فندم هو ده وانا انت متعود مني عليا يا بقى كان فراد على يا باشا انت متعود مني عليا يعني في عبد الله الشيبي في لا انا بقول لك ده شيء مطروح كلامي واضح لازم نتكلم عن انت بتقول ايه الشيبي خارج بيراميدز في نهاية الموسم في نهاية الموسم صح؟ وجهته فين بقى؟ واحد بعروض خليجية خليجية بحرية جيزاوية ميت عقبية وارد وارد انه يكون في الزمالك وارد جدا بس الزمالك مش محتاج بشكل ملح باك يمين ده محتاج ملح قوي ليه؟ ده ملح يعني جدا شغالة والله الزمالك دلوقتي ده ملح جدا اكتر احتياج انت عايز يا باشا 13 محتاج 6 7 عايز 13 لعيب خلي بالك اذا كان كلام عايز 13 لعيب اذا كان كلام الكابتن تامر صح وانا يعني نجيب خروج اشك لا لا اشك في معلوماته ف يعني دي هتبقى صفقه جماهيريه حدوتتها ثانيه لو فنيه يا باشا خش ثواني يا خروج لا جماهيريه فنيه وحقك ده فنيه احمد كان باك يمين احسن باك يمين في مصر باك يمين وانا كنت باك يمين يعني احسن باك يمين في مصر الشيبي يعني على مسؤوليه تامر يعمل ثواني يا الشيبي على رادار الزمالك الشيبي على رادار الزمالك الشيبي على رادار الزمالك ويستطيع عمل الفرق في الزمالك زي ما علي معلول كباك ليفت استطاع ان هو يعمل الفرق في النادي الاهلي صفقه مهمه فنيه جدا 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 والشيبي في نادي الزمالك هيبقى قماشه ثالثه معاك بس نفسيا وأداؤه الفني هيبقى احسن من اللي هو بيعمله دوت خمس ست سبع اضعاف بس نفسيا ولو نجح ولو نجح مجلس اداره الزمالك والقائمين ان هم يخلصوا صفقه الشيبي هيبقى يعني هرفع لهم تعظيم سلم طيب عشان وقت بيخلص اروح معاكم لتقرير مراقب المباراه مراقب المباراة يمكن واحنا كده الزمالك ملوش حاجة في الحلقة دي احنا يا باشا خلاص يا باشا هو كاتم على نفسي يا باشا باشا يا محمد عطية عشان الوقت يا كابتن يا باشا كاتم على نفسي جايين على الزمالك يا بيه كاتم على نفسي يا فندم غير لي شوية عايز اتنفس خلينا اخر حاجة تقرير المراقب اتفضل تقرير مراقب المباراة خلينا اقول لكم ست نقاط رصدهم المراقب يعني خلينا نقول تفاصيلهم اولا الراجل سجل كل ما صدر من اللاعبين ومحمد الشيبي عقب طرده خصوصا السبع دقايق دول بالتفصيل وسجل كل اعتراضات دكة بيراميدز وكتب حرفيا ان دكة النادي الاهلي كانت قمة في الالتزام طوال المباراة
وسجل استفزازات الشيبي وهو خارج، وسجل القاء الزجاجات عليه من جمهور النادي الاهلي، ولكنه كتب في تقريره ان هو ما شافش اي حاجه في الممر. حتى لما تسالوه، انا بقول لك معلومه اهو، قال اصل انا كنت مع اسامه ابو علي بديله رجل المباراه، فما شفتش اللي حصل لا من سب مروان ولا من اللي حصل في الممر، ولا ده ما دخلش ولا الشيبي ضرب بازايز. الراجل قال انا ما شفتش اي حاجه من الكلام ده، انا كنت بدور على اسامه ابو علي عشان اديله الجايزه بتاعت رجل المباراه، لان دي من اهم اولوياتي. كمان ذكر اللي انا قلته لكم، انه قال الشيبي لم يصدر منه اي فعل فاضح، والاشاره اللي منتشره على السوشيال ميديا غير موجوده في الحدوته.